أنا بتشرف النهاردة أكون مع حضراتكم في حلقة جديدة من سلسلة ثقافة تك. أنا اسمي محمد عزام، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الثقافة الرقمية. يمكن النهاردة هنتكلم على مفهوم جديد، هو مفهوم اقتصاد الذكاء الصناعي. يمكن كلمة الذكاء الصناعي كلمة أصبحت متداولة كتيرة جدا، بنسمعها في الكثير من الأحاديث واللقاءات والمقالات، إذا كان من المتخصصين في مجال التكنولوجيا، في المهتمين بالشأن العام، المهتمين بالتعليم، إذا كان التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي، بنتكلم بنسمعها في ما يطلق عليها او الناس الموجوده في مجال الاستثمار. فاصبحت كلمه الذكاء الصناعي حقيقه كلمه كثيره التداول. هو الذكاء الصناعي بمنتهى البساطه، احنا كنا زمان بنخلي الاله تحسب لنا اسرع، دلوقتي بنخلي الاله تفكر اسرع. وهو الذكاء الصناعي حقيقه من القطاعات اللي بتنمو ونمو مضطرد في العالم كله. من المتوقع ان يصل حجم الاقتصاد الخاص بالذكاء الاصطناعي 1.5 تريليون دولار في بحلول سنه 2030، وحقيقه هذا القطاع بينمو بنسبه 20% سنويه، ودي نسبه كبيره جدا حتى في مقارنه باي قطاع من القطاعات الاقتصاديه الاخرى، ومقارنه حتى بالقطاعات التكنولوجيه الاخرى. والذكاء الاصطناعي النهارده اصبح موجود في كل حاجه حوالينا، موجود في قطاع الصحة، موجود في قطاع المواصلات، موجود في قطاع البنية التحتية، موجود في إدارة المرافق وإدارة المدن، موجود في التعليم، موجود في الاستخدامات الخاصة بالتكنولوجيا، المستخدمات الخاصة بالأمن، تقريبا في كل حاجة. طيب هو الذكاء الاصطناعي دوت، دي منظومه حقيقه. المنظومه كان زمان اي منظومه كبيره كانت الدول هي اللي بتعملها. النهارده المنظومه الجديده اللي موجوده في الذكاء الاصطناعي هي افراد وشركات ومبتكرين شباب بيعملوا، ودول موجودين في في قطاع اصبح برضه مستحدث، هو قطاع ما يطلق عليه الجيج ايكونومي او اقتصاد العمل الحر. اقتصاد العمل الحر دوت بقى موجود فيه حوالي 100 مليون شخص بيعملوا 450 مليار دولار سنويا، ده رقم كبير جدا ما كانش موجود. فاذا الذكاء الاصطناعي بهذا التوغل، بهذا التطور، بهذا التسارع، اصبح من المتوقع ان هو يضيف للاقتصاد العالمي برضه بنهايه 2030 حوالي 16 تريليون دولار. احنا قدام ظاهره جديده تستحق ان احنا نفكر فيها، وتستحق ان احنا نقف عندها كتير، وتستحق ان احنا نقول ازاي هنستعدها. الذكاء الاصطناعي نتيجه تشعبه، نتيجه ان ما فيش حتى توصيف او تحديد معين ليه، هو زي ما قلت بينمو بطرد، بينمو ب 20% في السنه. وبالتالي احنا محتاجين، علشان لو احنا بنتكلم على مصر ضمن رؤيه مصر 2030 ان تكون دوله متقدمه وتكون من افضل اقتصاديات العالم بنهايه هذا العقد من الزمان، لن يتأتى هذا إلا بمزيد من توظيف وتعميق الاستخدامات التكنولوجية. وزي ما قلت في بداية كلامي إن الذكاء الاصطناعي هو أصبح موجود في كل حاجة حوالينا. موجود في العربية اللي حضرتك بتستخدمها، موجود في جهاز الأشعة اللي حضرتك بتستخدمه لما تروح المستشفى، موجود في التطبيقات الحكومية، موجود في تطبيقات الشمول المالي، موجود في التطبيقات التعليمية، موجود على السوشيال ميديا، موجود في الوجه الآخر بقى في شكل العملات المشفرة اللي هي لا تقع تحت سيطرة البنوك المركزية، موجود في الاستخدامات هقول ما يطلق عليها الهجمات السيبرانية، واستخدامها في تحليل البيانات لتوجيه الرأي العام في اتجاه معين، موجود في كل حاجة،
فاحنا محتاجين نعمل الكلام ده ازاي؟ محتاجين ان احنا نفكر ان احنا نستعد له بحاجتين. اول حاجه ان احنا لازم نكون لنا جزء في هذا الاقتصاد اللي هو زي ما قلت 1.5 تريليون دولار، وده رقم كبير جدا، ويمكن هو اقتصاد قائم على العقول، اقتصاد قائم على المعرفه وعلى جوده العقول. واحنا حقيقه في مصر بلا شك عندنا يعني شريحه كبيره جدا من شبابنا وعلمائنا ومبتكرينا اللي بيتميزوا بهذه النوعيه الفريده من جوده العقول. وعلشان كده الدوله المصريه عملت استراتيجيه للذكاء الاصطناعي فيها اربع محاور. المحور الاولاني هو محور الذكاء الاصطناعي للاستخدامات الحكوميه. ازاي اعمق الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكوميه المقدمه لقطاعات الاعمال والمواطن علشان تكون الخدمه اسهل واسرع وبجوده اعلى. وفي كمان احدى يعني محاور هذه الاستراتيجيه هي الذكاء الاصطناعي للتنميه. ازاي اوطن الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات الاقتصاديه والاجتماعيه؟ ازاي اوطنها في صناعه زي تطوير الصناعات واستخدام مفاهيم الثوره الصناعيه الرابعه القائمه على استخدام الروبوتس واستخدام السنسورز او المجسات وجمع وتحليل البيانات العملاقه واداره المرافق والتنبؤ بالمشكلات اللي حلها مستقبليا. عندنا كمان قطاع زي القطاع الزراعي، ازاي استخدم الذكاء الاصطناعي برضو من خلال توطين التكنولوجيات المتقدمه وربطها مع بعض وجمع هذه البيانات وتحليلها لمراقبه المحاصيل ونموها ومكافحه الافات والتنبؤ بالتغيرات المناخيه علشان لا تؤثر على الانتاجيه الزراعيه، وان انا استخدم تحليل البيانات العملاقه والحاسبات المتقدمه السريعه في ايجاد سؤالات افضل من السؤالات الموجوده عشان ازود انتاجات. ازاي استخدمها في تحسين واداره الموارد المائيه بكفاءه اعلى، وخصوصا ان العالم كله عنده مشكله في اداره الموارد المائيه. ازاي استخدمها في مجال التعليم واقدر ان انا اوفر مواد تعليميه مناسبه لكل واحد، ان احنا كلنا بنتعلم بطريقه مختلفه، في مننا بيتعلم بالقراءه، في مننا حد بيتعلم بالكتابه، في حد بيتعلم بالمشاهده. فالذكاء الاصطناعي هيساعدنا في الوصول الى منظومه جيده الى تساعدني ان انا يكون عندي نوع من انواع عمل منهج مخصص وطريقه توصيل المعلومه طبقا للاحتياجات وطريقه استيعاب كل فرد. في محور كمان خاص بالتدريب في داخل هذه الاستراتيجيه، واحنا بنشوف النهارده في مبادرات عظيمه جدا بتطلع زي مبادره مصر، بنات مصر الرقميه، اللي هي مخصصه لطلبه الجامعه وشباب الخريجين، و في كمان مبادره كمان جميله جدا مخصصه لاشبال مصر الرقميه اللي هي من سن 12-17 سنه طلبه المدارس للتدريب لاكتساب المهارات الخاصه بالتكنولوجيات المتقدمه، وعلى راسها طبعا الذكاء الاصطناعي واستخداماته والفنون الرقميه والواقع المدمج والواقع المعزز، ده زائد كمان بناء الشخصيه وازاي ان انا اقدر ادير فريق عمل، وازاي اكون فريق عمل، ازاي ادير الوقت، ازاي اقدر اعرض فكرتي بطريقه مباشره وطريقه فعاله، ازاي اقدر اجذب الاستثمار. زائد كمان احدى المحاور انا اظن هنا من المحاور المهمه جدا هي محور الخاص بالتعاون الدولي. ان الذكاء الاصطناعي لما طلع ما تحطلوش معايير، وبالتالي ممكن يكون هناك بعض الاستخدامات هقول ايه الغير منضبطه والتي تصل الى الاستخدامات المنفلته. فاصبح العالم النهارده محتاج ان يتعاون لايجاد منظومه تسمح ب هقول تنظيم العمل في مجال الذكاء الاصطناعي، ويكون في هناك
كود اخلاقي لتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي، خصوصا بعد العالم ما شاف الهجمات السيبرانيه اللي اصبحت النهارده بتستخدم بكثافه عاليه جدا في جميع دول او ضد جميع دول العالم. يمكن دوله زي الولايات المتحده بتتعرض تقريبا لمليار هجمه سيبرانيه سنويا، واحنا شفنا الهجمات السيبرانيه في ظل الازمه الروسيه الاوكرانيه لدرجه ان انا سميتها اصبحت سلاح الضربه الاولى، انها بتخش بتوقف كل عمل المرافق الحيويه زي مرافق الطاقه، المرافق البنكيه، بتبدا كمان هناك الذكاء الاصطناعي في توجيه الراي العام من خلال السوشيال ميديا. يمكن الدوله المصريه بتتعرض للكثير من هذه الهجمات اللي بيقوم بها ما يطلق عليها البوتس او الحسابات المزيفه، اللي هي بتبقى منشاه اساسا مبنيه على خوارزميات الذكاء الاصطناعي اللي تبدو شخص عادي، بحيث ان هي يتم برمجتها لبث الاخبار الكاذبه والملفقه. فاحنا قدام استخدامات قد تكون استخدامات لها ضرر كبير جدا، ويمكن دول العالم وليس مصر فقط تنبهت لهذا الموقف، وبالتالي بدأت تشتغل عليه. فإذا النهارده لازم يكون لنا دور فاعل كدوله في إعداد مواثيق وإعداد أطر عامه لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. يمكن برضه من الحاجات اللي احنا بنحذر منها هي الذكاء الاصطناعي اللي بيستخدم في العملات المشفره، اللي بيستخدم في ما يطلق عليها التزوير العميق على شبكه الانترنت الديب فيك، اللي هي تبلغ ان شيء حقيقي، انما هو في نفس الوقت كمان الذكاء الاصطناعي بيستخدم في حمايه يعني الكثير من طاقات الامن القومي للدول. يمكن من الحاجات اللي تحضرني هنا كان في مشروع اسمه دي ارمز، وده اطلقته حكومه الولايات المتحده الامريكيه لاستخدام الذكاء الاصطناعي لزياده فعاليه امن المطارات. يمكن امن المطارات من ايام احداث سبتمبر 2001 وهي اصبحت شيء صعب جدا، وشيء اصبح يعطل حركه السفر والسياحه ضمن في كل دول العالم، ويسبب عبء على المسافر ويسبب عبء على اجهزه الدوله المعنيه بامن المطارات. فهذا هذا المشروع من اطلقته الولايات المتحده هي استخدام الذكاء الاصطناعي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المسافر، وتحليل حتى هو بيتحرك ازاي داخل المطار او في خلال رحلته، بيبدا ان هم يشوفوا تاريخه على السوشيال ميديا، بيشوفوا تاريخ رحلاته بحيث ان هو يقدر يعمل بروفايل للمسافر، بحيث ان هو يحدده اما هو في منطقه امنه خضراء او منطقه صفراء فيها بعض الشكوك او منطقه حمراء يقدر محتاج المزيد من البحث والتفحيص ليه. ف الذكاء الاصطناعي حقيقه يمثل لنا المستقبل، وعلى شكلها بنشوف الدوله المصريه بدات تستثمر في الذكاء الاصطناعي بوجود الاستراتيجيه، زائد وجود الكليات المتخصصه للذكاء الاصطناعي، زائد وجود الكليات التكنولوجيه التطبيقيه الحديثه، ان احنا محتاجين يكون عندنا هذه الكوادر، واحنا قادرين ان احنا نقتحم هذا المجال ونضيف للناتج القوي لو احنا احسننا استخدام هذه التقنيات وتطبيقها داخل المشروعات الكبرى، زائد ان احنا احسننا ان احنا وكلنا اشتغلنا ان احنا يكون عندنا شركات ناشئه بتشتغل في هذا المجال، بحيث انها تصدر بقيمه مليارات من الدولارات، وهي نفسها كشركات يتم تقييمها بالمليارات من الدولارات، ونشوفها في الكثير من بورصات العالم العالميه. حقيقه الذكاء الاصطناعي يمثل المستقبل، واحنا لو عاوزين نصل للمستقبل يبقى لازم نشتغل من النهارده، واللي انا شايف الحقيقه ان الدوله المصريه بدات تشتغل في هذا الملف بجديه جدا، جديه تامه، ان احنا نعي تماما ان المستقبل يبدا الان، وان الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بلا شك تمثل كل المستقبل.